لا خوف ولا قلق، فاللعب في جوار واحدة من آلات الحرب بات أمراً معهوداً في مدينة تعز. ولطلب المرح استقرت رحلتهم هنا في وادي الضباب الذي يقع في المدخل الجنوبي الغربي على بعد 3 كيلومترات من مركز مدينة تعز، حيث يلجأ الأهالي إليه للتنزه والاستمتاع بلحظات هادئة. وبين جنبات الأفق الذي اختارته لهم الحرب لا يحصرون الفرح نفسه، فيمضون باللعب إلى سبيله وإن توفرت أسباب الخوف. فالمعادلة الأكيدة هنا هي مفارقة بين السلام والحرب، بين قاتل ينشر الموت وأدواته، وجيل يحاول بكل الوسائل أخذ ولو قسطا من المتعة في غفلة الحرب التي تركت أثرا عميقا في نفوسهم. عن أطفال حرموا من التعليم واللعب وبفرح يخالطه الحزن، فإن وادي الضباب اليوم يرى نفسه مساحة مستقطعة من مساحة المدينة في زمن الحرب. ومن شأن أي من سكان المدينة أن يقول لك إن الضباب صار وجهتهم للتنزه. على الطريق الإسفلتي الذي يربط مدينة تعز بمدينة التربة جنوباً يقع الوادي الأشهر كمنتجع سياحي غير مؤهل، لكنه يمثل وجهة سياحية لأبناء تعز، كما يتميز أنه سلة تعز الغذائية كونه يزرع أغلب المحاصيل والعديد من أنواع الخضروات والفواكه. طقس الضباب وعذوبة مناخه المبللة بقطرات الندى بالإضافة إلى مياهه العذبة دفع بكثيرين من الشعراء والفنانين للتغني به.